ادم استنى ما تمشيش، عايز اقول لك على حاجه. يا ابن المحظوظه يا سيس. ويلس ها مركز؟ ركز. البس. ايوه يا ده عنك انت. طب خيرك يا ادم، ده ما جاتش من اللي واقفين على النواص. تعالى الف الادب. ربنا يخليك يا حبيب. محدش فيكم ده. راح فين ده؟ انت كنت فين؟ بص لام فتحي. هو انا مش قلت لك استناني؟ ايه بنت الشخصيه الشرسه دي؟ مش قبل الفطار انت مش جوزي، انت مش خطيب، مالكش كلمه عليا، وبعدين مالك زي القطر كده. انت هتلبخ ولا ايه؟ مش هلبخ يا عم. ايه انت عايزاني في ايه؟ ما هو انت لو تعرف انا عايزاك في ايه هتقدر. في ايه بقى؟ كل سنه وانت طيب. ده العيد بعد بكره. ده مش العيد، ده عيد ميلادك. صدق كنت ناسي يومتي الوحيده اللي افتكرتي. هو انت ما عندكش نتيجه ولا ايه؟ لا والله. 29/2 اليوم ده انا لا يمكن انساه، ده بيجي مره كل 4 سنين. ايوه فعلا سنه كبيسه يا عم. اهو اليوم الزياده ده بالنسبه لي احلى يوم. انت بقى يا ستي عيد ميلادك كمان شهرين، ليك عليا اجيب لك حته هديه بس مش هحرقها لك دلوقتي. ايه ده؟ انت فاكر عيد ميلادي يا ادم؟ عيد ميلادك؟ عيد ميلادك ده يتنسي يا عبيطه؟ وانا انسى برضه سندوتشات المسقعه والمفتقه اللي امك كانت بتعملها لنا. سندوتشات مسقعه ومفتقه ايه؟ هو ده اللي انت فاكره؟ بهزر معاك يا عبيطه. والحلاوه والجبنه الرومي والزيتون. جبت لي ايه بقى؟ تصدق الجاكيت ده اصلي؟ بجد عجبك؟ اه والله. يا رب يطلع مقاسك. هيطلع مقاسي. بعدين انت ذوقك حلو يعني، لازم يعجبني. حلو؟ مقاسي ها؟ هنفع ظابط ها؟ شكرا يا هنا. وانت بقى بنت مش هنفرح لك بعريس بقى ولا ايه؟ كبرت كده وحلاوتي وما ينفعش تسابي بقى كل ده. ليك عليا بقى يوم فرحك لازوق لك الفيسبوك واديك الكوافير بنفسي. طيب يا هنا همشي انا بقى عشان ما اتاخرش على الشغل. بالنسبه للشنطه دي بقى خليها معاك عشان عيد ميلادي الجاي.